السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على two joints مهمين جدا، knee joint and ankle joint. الجوينت من المواضيع المهمة جدا في الاناتومي، هي والمسلز والنيرفس والانتر ماسكولار سبيسز. يعني اي امتحان اناتومي لازم يجي فيه سؤال عن الجوينت. خلاص، يبقى احنا بنقسم الاناتومي كده في مذاكرتنا لمسلز مهمة، لنيرفز مهمة، لانتر ماسكولار سبيسز مهمة، لجوينتس مهمة، ومن أهم الجوينت اللي هنشرحها النهاردة الني جوينت. أي جوينت عشان أتكلم عليه لازم نتكلم على تايب أوف جوينت إيه؟ الفرايتي أوف جوينت؟ إيه الفايبرس كبسول بتاع الجوينت؟ الساينوفيال ميمبرين؟ الليجامنتس؟ الموفمنت اللي بتتم حوالين الجوينت ده، ايه المسلز اللي بتعمل الموفمنت دي، ايه النيرف سبلاي بتاع الجوينت، ايه البلاد سبلاي بتاع الجوينت، ايه الكلينيكال بوينتس اللي ريليتد للجوينت. تمام، عندنا الني جوينت. ايه التايب بتاع الني؟ قال لك الني جوينت ده ساينوفيال جوينت. الفرايتي بتاعته بيسموها موديفايد هينج. يعني ايه موديفايد هينج؟ موديفايد هينج يعني بيسمح انه يبقى فيه ميديا روتيشن ولاتر روتيشن بالاضافه لفليكشن اكستنشن زي اي هنج جوينت. يعني لو بصيت على هنج جوينت زي الالبو مثلا، في فليكشن اكستنشن، ايه اللي يفرق النيه عن الالبو؟ النيه يقول لك ده موديفايد هنج. يعني ايه موديفايد هنج؟ يعني بيسمح بحته ميديا روتيشن ولاتر روتيشن. يعني بيسمح بحته ميديا روتيشن ولاتر روتيشن. يبقى التايب بتاع الجوينت ساينوفيال جوينت، الفرايتي بتاعته موديفايد هينج. ليه موديفايد هينج؟ عشان بيسمح ببعض الميديال روتيشن واللاترال روتيشن. طيب ايه الارتكوليتنج بونز اوف ذا ني جوينت؟ قال لك الني جوينت عباره عن الاوبر اند بتاع الفيمر ارتكوليت مع الاوبر اند اوف تيبيا، ومعانا البوستيريور سيرفيس اوف ذا باتيلا. يبقى الارتكوليتنج بونز بتاعتنا لور اند اوف فيمر، اوبر اند اوف تيبيا، والبوستيريور سيرفيس اوف ذا باتيلا. ده اسمها الارتكوليتنج بونز. طيب تعالوا نشوف بقى الفايبرس كبسول بتاع الجوينت ماسكه فين. قبل ما اقول الفايبرس كبسول، ادي تاني، ادي اللور اند بتاع الفيمر ماسكه في الابر اند اوف تيبيا و البوستيريور سيرفيس اوف ذا باتيلا. دي الارتكوليتنج بونز. تعالوا بقى نشوف الفايبرس كبسول ماسكه فين. واي فايبرس كبسول لما كنا بنتكلم عليها كنا بنقول دي ماسكه حوالين المارجن اوف ذا ارتكوليتنج. يبقى الفايبرز كبسول دي اتاتشد اراوند ذا مارجن اوف ذا ارتكوليتنج بونز. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا الكبسول دي هتكلم عليها ماسكه قدام فين؟ ماسكه ورا فين؟ ماسكه لاترالي فين؟ يبقى الكبسول هنتكلم عليها ان هي ماسكه حوالين المارجن اوف ذا ارتكوليتنج بونز، واقول هتكلم على الكبسول ماسكه قدام فين؟ ماسكه ورا فين؟ ماسكه لاترالي فين؟ فقال لك الكبسول ماسكه قدام حوالين المارجن اوف ذا ارتكوليتنج بونز، حوالين المارجن بتاع الباتيلا سيرفيس بتاع الفيمر الحته دي كده وكده، وحوالين السايدز بتاع التيبيال كوندايت هنا وهنا، وحوالين التيبيال تيبروستي. يبقى ماسكه حوالين المارجن اوف ذا باتيلا سيرفيس اوف ذا فيمر، وحوالين المارجن او السايدز بتاع التيبيال تيبروستي. عايز تقول ايه؟ اقول لك ان اصلا الكبسول مش موجوده قدام، الانتير وول اوف ذا كبسول از ابسنت. امال ريبليزد بمين؟ قال لك ريبليزد بالتندون اوف كوادريسبس، والعظمه اللي اسمها باتيلا، والليجمنت اللي اسمه باتيلا ليجمنت. يبقى تاني الكبسول قدام دي ماسكه حوالين المارجن اوف ذا باتيلا سيرفيس اوف ذا فيمر، وحوالين السايدز اوف تيبيال تبروستي. يعني مفيش انتيرور وول اوف كبسول، مفيش كبسول من قدام، ده الكبسول من قدام ريبليزد بال تندون اوف كوادريسبس، الباتيلا والباتيلا ليجمنت. ودي حاجه مهمه جدا 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 بتتسال في الام اس كيو. يبقى الانتير وول بتاع الكبسول ريبليسد باي تندون اوف كوادريسبس، تندون اوف كوادريسبس، باتيلا اند باتيلا ليجمنت. يبقى الانتير وول اوف ذا كبسول ريبليسد باي تندون اوف كوادريسبس، الباتيلا والباتيلا ليجمنت. طيب ده كده من قدام. طب الكبسول من ورا ماسكه فين؟ قال لك ماسكه حوالين
المارجن اوف ذا فيمورال كوندايل اند تيبيال كوندايل، يبقى ماسكه حوالين المارجن اوف ذا فيمورال كوندايل والتيبيال كوندايل. اي كبسول ماسكه حوالين المارجن اوف ذا ارتكوليتنج بونز، يبقى الكبسول بتاعتنا ماسكه حوالين المارجن اوف ذا فيمورال والتيبيال كوندايل اللي هم من ورا. طب خلي بالك بقى الكبسول لاترالي هتمسك فين؟ قال لك هتمسك جاست اباف الجروف اللي اسمه جروف فور بوبليتيز. يبقى الجروف يبقى من لاترالي هي ماسكه جاست اباف الجروف اللي اسمه جروف فور بوبليتيز، يعني ماسكه هنا كده. يبقى هي ماسكه جاست اباف الجروف فور بوبليتيز. عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان كده يبقى التندون بتاع البوبليتيز ماسل موجود جوه الكبسول اوف سينوفيال جوينت، جوه الكبسول اوف ني جوينت بس بره السينوفيال ميمبرين. يبقى تاني قال لك الكبسول لاترالي ماسكه جاست اباف الجروف فور بوبليتيس، ادي جروف فور بوبليتيس، يبقى التندون بتاع البوبليتيس ماسل موجود جوه الكبسول اوف ذا ني جوينت. طيب خلي بالك التندون كان موجود جوه الكبسول بس لازم يخرم الكبسول من ورا عشان يروح الانسيرشن بتاعه، ما هو مش هيفضل موجود جوه الكبسول، فلازم يخرم الكبسول من ورا عشان يروح يمسك في البوستيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا اباف سوليال لاين زي ما قلنا. يبقى تاني تعالوا نقول الفايبرس كبسول. الفايبرس كبسول اتاتشد اراوند ذا مارجن اوف ذا ارتكوليتنج بونز، يعني من قدام ماسكه حوالين السايدز اوف ذا تيبيا تبروسي في الحته دي وكده حوالين المارجن اوف ذا باتيلر سيرفيس، فيعتبر مش موجوده قدام اصلا. امال ريبليسد بمين؟ قال لك ريبليسد بالتندون اوف كوادريسبس الباتيلا اند باتيلر ليجامنت. يبقى ريبليسد بالتندون اوف كوادريسبس والباتيلا والباتيلر ليجامنت. طيب من ورا قال لك دي ماسكه حوالين الفيمورال والتيبيال كوندايل، يبقى من ورا ماسكه حوالين الفيمورال والتيبيال كوندايل. طيب لاترالي قال لك دي ماسكه جاست اباف جروف فور بوبليتيس. عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان البوبليتيس تندون موجود جوه الكبسول، جوه الكبسول اوف ذا ني جوينت، بما انه موجود جوه الكبسول فلازم يخرم الكبسول عشان يروح للانسيرشن بتاعه. يبقى لما اجي اتكلم على الكبسول من ورا انها ماسكه حوالين المارجن اوف ذا فيمورال كوندايل اند تيبيال كوندايل، وان هي برفوريتد من ورا بالتندون اوف بوبليتيز. يبقى لما بنتكلم على الفايبرس كبسول هتكلم عليها من قدام ومن ورا ولاترال، قلنا لاترال ماسكه في الجروف اوف بوبليتيز. خلي بالكو ان الميديال واللاترال ايب كوندايل دول بره الكبسول، ما لهمش علاقه بالكبسول. يبقى الميديال واللاترال ايب كوندايل دول اوتسايد ذا كبسول. طيب بعد ما خلصنا الفايبرس كبسول هنتكلم على الساينوفيال ميمبرين. واي ساينوفيال ميمبرين في الدنيا اول حاجه بنقول عليه اتلاين ذا فايبرس كبسول. يبقى الساينوفيال ميمبرين هنا بيبطن الفايبرس كبسول، اتلاين ذا فايبرس كبسول اند كفر ذا انترا ارتيكولار ستراكشرز اكسبت ذا ارتيكولار سيرفيس، يعني بيغطي كل الانترا ارتيكولار ستراكشر ما عدا الارتيكوليتنج بوت. يبقى الساينوفيال ميمبرين في الني اتلاين ذا فايبرس كبسول، بس خلي بالك الساينوفيال ميمبرين ده في باوتش من الساينوفيال ميمبرين يطلع لفوق كده يبقى ديب للتندو بتاع الكوادريسبس وفوق الباتيلا فيسموه سوبرا باتيلا بيرسا. يبقى ايه هي السوبرا باتيلا بيرسا؟ ده باوتش من الساينوفيال ميمبرين لايز ديب تو ذا تندون اوف كوادريسبس. خلي بالك وفي برضه حاجه اسمها انفرا باتيلا بيرسا برضه تحت الباتيلا اهي خلاص وديب للباتيلا اللي يبقى في سوبرا باتيلا بيرسا ده باوتش من الساينوفيال ميمبرين طلع لفوق الباتيلا وديب للتندون بتاع الكوادريسبس اسميه سوبرا باتيلا بيرسا. في زيه حاجه اسمها انفرا باتيلا بيرسا. طيب ايه تاني بقوله تبع الساينوفيال ميمبرين؟ هقول ان كان عندي التندون بتاع البوبليتياس ده جوه الكبسول بتاع الني جوينت بس بره الساينوفيال ميمبرين. يبقى الساينوفيال ميمبرين عشان اتكلم عليه هقول لاين ذا فايبرس كبسول، هقول ان في باوتش من الساينوفيال ميمبرين ديب للتندون بتاع الكواديسبس واللور بين التندون بتاع الكواديسبس واللور اند فيو اسميه سوبرا باتيلا بيرسا. هقول ان عندي التندون بتاع البوبليتياس
ده موجود جوه الكبسول بتاع الجوينت. وكأي جوينت علينا في المنهج لازم اتكلم على الليجامنتس. مفيش اي جوينت تذكره الا لما اعرف الليجامنتس بتاعته. والليجامنت هنا هنقسمها ليجامنتس بره الكبسول فاسميها اكسترا كبسولر، لليجامنت جوه الكبسول فاسميها انترا كبسولر. الاكسترا كبسولر ليجامنت دول عددهم 4 والانترا كبسولر عددهم 3. يبقى انا عندي في حاجه اسمها اكسترا كبسولر ليجامنت وحاجه اسمها انترا كبسولر ليجامنت. الاكسترا كبسولر ليجامنت عددهم 4 والانترا كبسولر ليجامنت عددهم 3. تعالوا نشوف الاكسترا كبسولر ليجامنت. واتفقنا ان الليجامنتس دي من اهم المواضيع في الجوينتس، مفيش جوينت ما بقاش عارف فيه الليجامنتس. فالليجامنتس بتاعتنا عددهم 4. الاربعه ايه هم؟ قال لك في ليجامنت من قدام، وليجامنت موجود ميديالي، وليجامنت موجود لاترالي، وليجامنت من ورا. يبقى انا عندي 4 ليجامنت، واحد من قدام وواحد من ورا، واحد ميديالي والتاني لاترالي. اللي من قدام اسمه باتيلر ليجامنت. ايه الباتيلر ليجامنت ده؟ ده كونتينويشن من التندون بتاع الكوادريسبس. يبقى الباتيلر ليجامنت ده كونتينويشن من التندون اوف كوادريسبس. ده اكستند من الايبكس بتاع الباتيلا لغايه التيبيا تيبروستي. ده يعتبر جزء من الانتير وول اوف ذا كبسول. مش قلنا انه بيعوض الانتير وول اوف ذا كبسول؟ يبقى تاني الباتيلا ليجامنت ده كونتينويشن من التندون بتاع الكوادريسبس، عشان كده بيعتبروا الباتيلا سيزاموين بون، لان هي تعتبر عضله مشهوره جوه التندون بتاع الكوادريسبس. يبقى الباتيلا ليجامنت اللي هو ده كونتينويشن من التندون اوف كوادريسبس. طب الباتيلا ليجامنت ده ماسك من اللي فين؟ قال لك ماسك من الايبكس اوف ذا باتيلا لغايه التيبيا الكبد. طب الباتيلا ليجامنت ده يعتبر كونتينويشن من مين؟ من التندون بتاع الكوادريسبس. طب يعتبر جزء من انهي وول اوف كبسول؟ من الانتيريور. نيجي الليجامنت اسمه لاترال كولاترال ليجامنت، وليجامنت اسمه ميديال كولاترال ليجامنت. ادي اللاترال كولاترال ليجامنت، او اسمه الثاني فيبيولار كولاترال ليجامنت، وده ميديال كولاترال ليجامنت، واسمه الثاني تيبيال كولاترال ليجامنت. يبقى الليجامنت ده اسمه فيبيولار كولاترال ليجامنت او لاترال كولاترال ليجامنت. طيب اللاترال كولاترال ليجامنت ده طالع من اللاترال ايبي كوندايل اوف ذا فيمر وماسك في الهيد اوف فيبيولا. يبقى طالع من اللاترال ايبي كوندايل اوف ذا فيمر وماسك فين؟ ماسك في الهيد اوف فيبيولا. طب يقوي انه اسبكت من الكبسول؟ ده موجود لاترال يا راجل، يبقى هيقوي انه اسبكت؟ هيقوي اللاترال اسبكت. خلي بالك لو لاحظنا في الصوره هنلاقي ان الليجامنت ده مفصول عن الكبسول بتاع الجوينت اللي في المكان ده، ومفصول عن حاجه اسمها لاترال منسكس. المنسكس ده الغضروف اللي موجود في الركبه. يبقى اللاترال كولاترال ليجامنت او فيبولار كولاترال ليجامنت مفصول عن اللاترال منسكس. طب ايه اللي فاصله؟ في التندون بتاع العظم اللي طالع من هنا اللي اسمها بوبيتياس اللي مش موجوده في الصوره. طيب يبقى اللاترال كولاترال ليجامنت ده طالع منين؟ قال لك ده طالع من اللاترال ايبي كوندايل اوف ذا فيما، ماسك فين؟ في الهيلو فيبولا. هتقوي انهي اسبكت اوف ذا كبسول؟ قال لك هقوي اللاترال اسبكت اوف ذا كبسول. طب هو لازق في اللاترال منسكس اللي هو ده؟ قال لك لا، ده بعيد عنه، مفصول عنه ومفصول على اللاترال كبسول. طيب تعالوا نشوف الميديال كولاترال ليجامنت. قال لك الميديال كولاترال ليجامنت طالع من الميديال ايبي كوندايل اوف فيمر، يبقى زي اللاترال كولاترال طلع من اللاترال ايبي كوندايل ده هيطلع من الميديال ايبي كوندايل. وهيمسك فين؟ قال لك همسك في المارجن بتاع الميديال كوندايل اوف تي بي. ديب لمين؟ قال لك ديب للاس جي اس اللي هم السارتوريس والجراسيليس والسيمي تندون. طيب خلي بالك ان الليجامنت ده لازق في الكبسول بتاع الجوينت ولازق في الميديال منسكس، وده بيخلي الميديال منسكس الغضروف الداخلي للركبه بيبقى اكتر عرضه للاصابه من اللاترال منسكس. يبقى اتكلمنا دلوقتي على الباتيلا ليجامنت اللي هو ده، وقلنا انه كونتينويشن من التندون بتاع الكوادسيبس، وان هو طالع من الايبكس بتاع الباتيلا وراح للتيبيال تيبوس. واتكلمنا على فيبيولار كولاترال ليجامنت، واتكلمنا على التيبيال كولاترال ليجامنت. ادي الفيبيولار كولاترال ليجامنت تاني طالع منين؟ قال لك طالع من اللاترال ايبي كوندايل اوف ذا فيمر، ماسك فين؟ في الهيلو فيبيولا. قال لك انه مفصول عن اللاترال منسكس اللي هي دي،
وعن الكبسول بتاع الجوينت. طيب التيبيال كولاترال ليجامنت، قال لك ده طالع من ميديال ايبيكوندايل اوف ذا فيمر، ماسك فين؟ في الميديال مارجن اوف ذا تيبيا، ديب للاس جي اس. طيب عايز اقول لك انه لازق في الميديال منسكس ولازق في الكبسول، وده بيزود احتماليه الاصابه في الميديال منسكس اللي هو الغضروف الداخلي للركبه. نيجي الليجامنت الرابع، احنا قلنا الليجامنتس الاكسترا كابسول، واحد من قدام اللي هو الباتيلا الليجامنت، واحد من ورا، واحد ميديال، واحد لاترال. طب تعالوا نشوف اللي من ورا. اللي من ورا ده يسموه اوبليك بوبليتيا ليجامنت. الاوبليك بوبليتيا ليجامنت ده جبنا سيرته لما اتكلمنا على الانسيرشن بتاع العضله اللي اسمها سيمي امبرونوز. السيمي امبرونوز كانت بتمسك في جروف على الباك بتاع الميديال كوندايل اوف تيبيا ويطلع منه اكستنشن باسنج ابورد اند لاترالي عشان تروح لللاترال كوندايل اوف تيبيا. الاكستنشن ده هيقوي البوستيريو اسبكت اوف ذا كبسول. الاكستنشن ده هنسميه اوبليك بوبليتيا ليجامنت. يبقى ايه هو البوستيريور او ايه هو الاوبليك بوبليتيا ليجامنت؟ ده عباره عن اكستنشن من التندون بتاع السيمي ممبرونوزس ماسل باسنج ابورد ولاترالي، وعمل لي حاجه اسمها اوبليك بوبليتيا ليجامنت اللي هيقوي البوستيريور اسبكت اوف ذا كبسول. يبقى الليجامنتس بتوعنا الاكسترا كبسول لغايه دلوقتي، واحد من قدام اللي هو الباتيلا ليجامنت، واحد لاترالي اسمه فيبولار كولاترال ليجامنت او لاترال كولاترال ليجامنت، واحد ميديالي اسمه ميديال كولاترال ليجامنت، وواحد من ورا اللي اسمه اوبليك بوبليتيال ليجامنت. طب ايه الليجامنت بقى الانترا كابسولار ليجامنت؟ قال لك الانترا كابسولار ليجامنت دول هنلاقي اللي هم الكروشيت ليجامنت، ادي الانتيريور كروشيت وده البوستيريور كروشيت، وفي ليجامنت تاني اسمه ترانزفيرس ليجامنت اوف ذا نيك هنشوفه بعد شويه. يبقى ده اسمه انتيريو كروشيت وده اسمه سير كروشيت اللي هو الرباط الصليبي الامامي والخلفي، وبيبقى فيه ليجامنت موصل بينهم اسمه ترانزفيرس ليجامنت اوف ذا نيك. يبقى ده اسمه انتيريو كروشيت واللي ورا ده اسمه سير كروشيت وبينهم ترانزفيرس، سوري، وفي ليجامنت ماشي بالعرض اسمه ترانزفيرس ليجامنت اوف ذا نيك ملوش علاقه بيه. يبقى انا عندي في انتيريو كروشيت وبوستيريو كروشيت وترانزفيرس ليجامنت اوف ذا نيك. يبقى الليجامنت اوف ذا نيك عددهم 7، اكسترا كابسولار عددهم 4، وانترا كابسولار عددهم 3. طب تعالوا نشوف بقى ايه الحاجات اللي موجوده جوه الني جوينت، استراكشر انسايد ذا ني جوينت او انترا ارتيكولار استراكشر. ايه الحاجات اللي موجوده جوه الني جوينت؟ اهم حاجه موجوده في الني جوينت حاجه اسمها منسكاي. المنسكاي دي اللي هي الغضاريف اللي موجوده في الركبه. يبقى المنسكاي دي عباره عن كيرفد بليت اوف فايبرو كارتليج. كيرفد بليت اوف فايبرو كارتليج موجود فين؟ قال لك موجود على الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا. يبقى المنسكاي موجود فين؟ موجود على الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا. ادي المنسكاي وادي المنسكاي موجودين فين؟ على الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا. يبقى المينيسكاي ده كيرفد بليت اوف فايبرو كارتليج موجود فين؟ موجود على الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا. ايه وظيفته؟ وظيفته انه شوك ابزوربر، بيمتص الصدمات. طب له وظيفه ثانيه غير انه شوك ابزوربر؟ هو بيزود الكونكافيتي بتاع الارتيكولار سيرفيس بتاع التيبيا بحيث انه يتلائم مع الكونفكس ارتيكولار سيرفيس اوف ذا فيمر. يبقى هنتكلم على ميديال منسكس ولاترال منسكس. قلنا انه كيرفد بليت اوف فايبرو كارتليج موجود فين؟ موجود على الابر سيرفيس اوف ذا تيبيا، اوف ذا تيبيا كونتاير. خلي بالك ان كل منسكس له اوتر سيك بوردر وانر ثين بوردر. يبقى له اوتر سيك بوردر وانر ثين بوردر، وكل منسكس منهم بيبقى له انتيريور هور وبوستيريور هور. الانتيرو هورن هيمسك في الانتيرو انتر كوندايلر اريا، والبوستيرو هورن هيمسك في البوستيرو انتر كوندايلر اريا. يبقى كل منسكس من دول له انتيرو هورن وبوستيرو هورن، انتيرو هورن وبوستيرو هورن. الانتيرو هيمسك في الانتيرو انتر كوندايلر اريا، والبوستيرو هيمسك في البوستيرو انتر كوندايلر اريا. بس خلي بالك كل منسكس من دول لما تيجي تتكلم عليه هتقول لي هو شكله عامل ازاي؟ وهتقول لي الاتاتشمنت يعني الانتيرو هورن مكانه فين والبوستيرو هورن مكانه فين، وهتقول لي الموبيليتي بتاعته عامله ازاي،
وهتقول لي الفانكشن بتاعته ايه. فتعالوا نشوف كل منسكس من دول. قال لك انا عندي ميديال منسكس ولاتر منسكس. الميديال منسكس يقول لك شكله عامل زي حرف السي. الانتي هورن والسي هورن بعاد شويه عن بعض. لكن اللاتر منسكس قال لك ده عامل زي سيركولار، عامل زي الاو. الانتير والسي هورن قريبين قوي من بعض. يبقى انا عندي الميديال منسكس شكله عامل زي حرف السي، لكن ده سيركولار. فبما انه عامل زي السي فالانتيريور والبوستيريور هورن بعاد شويه عن بعض. الانتيريور هورن يمسك في الانتيريور بارت اوف انتر كوندايلر اريا اللي موجوده في التيبيا، في الانتيريور بارت اوف انتر كوندايلر اريا، يبقى موجوده في الانتيريور بارت اوف انتر كوندايلر اريا. لكن البوستيريور هورن يمسك في البوستيريور بارت اوف انتر كوندايلر اريا ورا مين؟ قال لك ورا البوستيريور هورن اوف لاترال منسكس. يبقى تاني الميديال منسكس ده شكله عامل زي حرف السي. الانتيريور هورن تمسك في الانتيريور بارت اوف انتر كوندايلر اريا اهي، والبوستيريور بارت يمسك في البوستيريور انتر كوندايلر اريا ورا مين؟ ورا البوستيريور هورن اوف لاترال منسكس. طيب يبقى ده الاتاتشمنت. طيب لما جينا اتكلمنا على الموبيليتي قلنا انه ان الميديال منسكس اللي هو ده، الميديال منسكس اللي هو ده ليس موبايل. ليه ليس موبايل؟ عشان هو لازق في الكبسول ولازق في الميديال كولاترال ليجمنت. يبقى الميديال منسكس اللي هو ده ليس موبايل، فممكن يتفعص يحصل له ترابنج بين الفيمورال والتيبيال كوندايل. دول بيتحركوا بسرعه وجم ضغطوا على ده، والميديال منسكس ليس موبايل فيروح مفعوص بينهم ويتعور. خلاص يبقى الميديال منسكس ده لازق في الكبسول ميديال كولاترال ليجمنت، عشان كده مور لايبل تو بي انجر. يبقى الميديال منسكس ده بيتعور وبيتعور معاه الميديال كولاترال ليجمنت ساعتها. طيب يبقى اتكلمنا على الميديال منسكس لغايه دلوقتي، قلنا انه لو انتيرو هورن ماسك في الانتيرو انتر كوندايلر اريا، بوستيرو هورن ماسك في البوستيرو انتر كوندايلر اريا ورا البوستيرو هورن اوف لاترال منسكس. اتكلمنا ان شكله عامل زي حرف السي، اتكلمنا انه ليس موبايل عشان لازق في الكبسول والميديال كولاترال ليجمنت، اتكلمنا انه بيتعور بسهوله عشان كده، اتكلمنا ان هو فايدته انه يزود الكونكافيتي اوف ذا ارتيكولار سيرفيس اوف ذا تيبي اوف ذا ميديال كوندايلر اوف تيبي. طب تعالوا نشوف اللاترال منسكس. اللاترال منسكس ده شكله سيركولر، تحسوا ان هم قريبين من بعض قوي الانتيريور والبوستيريور. تعالوا نشوف كده الانتيرو والبوستيرو هورن هيمسكوا فين. ايه دي؟ ده اللاترال انتر كوندايلر تيوبري كده اللي موجود، اللي جزء من حاجه اسمها لاترال، اللي جزء من حاجه اسمها انتر كوندايلر ايمينس. فاكرين انتر كوندايلر ايمينس اللي كان بيقسم لي لانتيريور، اللي كان بيقسم لي الانتيريور انتر كوندايلر اريا وبوستيريور انتر كوندايلر اريا. دي كده بوستيريور وكده انتيريور. فقال لك وده كده ميديال ولاترال انتر كوندايلر تيوبريك. قال لك بما انه ده عامل زي السيركولر فالاثنين هورن بتاعه قريبين من بعض، فواحد يبقى في الانتيريور انتر كوندايلر اريا جاست ان فرونت اوف ذا لاترال انتر كوندايلر تيوبريك اهو. طب والتاني؟ قال لك ده هيبقى في البوستيريور انتر كوندايلر اريا جاست بيهايند اللاترال انتر كوندايلر تيوبريك. يبقى شايفين عامل ازاي؟ يبقى هم ورا بعض على طول، انتيريور جاست ان فرونت اوف لاترال انتر كوندايلر تيوبريك في الانتيريور انتر كوندايلر اريا، والتاني في البوستيريور انتر كوندايلر اريا جاست بيهايند اللاترال انتر كوندايلر تيوبريك. يبقى ده الانتيريور كروشيت ليجامنت ماسك في، سوري، ده الانتيريور هورن اوف ميديال منسكس ماسك فين؟ في الانتيريور انتر كوندايلر اريا انتيريور بارت. طب الانتيريور كروشيت بيحشر نفسه ما بين الانتيريور هورن اوف ميديال لاترال منسكس. طب البوستيريور كروشيت قال لك انا مريح دماغي، انا في ورا خالص في البوستيريور بارت اوف انتر كوندايلر اريا. يبقى تعالوا نراجع ترتيب الاستراكشرز اللي موجوده في المنطقه دي تاني. ادي الانتيريور هورن اوف ميديال منسكس، ادي انتيريور كروشيت، وده كده الانتيريور هورن اوف لاتر. بعد كده هبدا بالبوستيريور هورن اوف لاتر، بعد كده بوستيريور هورن اوف ميديال، بوستيريور كروشيت في الاخر. يبقى تاني ادي الانتيريور هورن اوف ميديال،
انتيرور كروشيت، بعد كده انتيرور هورن وفلاتر، بوستيرور هورن وفلاتر، بوستيرور هورن اوف ميديال، بوستيرور كروشيت. نفس الصوره اهي، ادي الانتيرور هورن اوف ميديال، انتيرور كروشيت وبوستيرور وانتيرور هورن فلاتر. يبقى الانتيرور كروشيت حشر نفسه ما بين الانتيرور هورن بتاع الاثنين. بعد كده بوستيرور هورن، زي ما خلصت انتهيت باللاترال منسكس الانتيرور هورن، هبدا بوستيرور هورن فلاتر، بوستيرور هورن اوف ميديال، بوستيرور كروشيت. ده ترتيب الاستراكشرز اللي موجوده في الانتر كوندايلر. تعالوا نعيدهم تاني، ادي الانتيرور هورن اوف ميديال منسكس، بعد كده انتيرور كروشيت، بعد كده انتيرور هورن اوف لاتر، بوستيرور هورن اوف لاتر، بوستيرور هورن اوف ميديال، بوستيرور كروشيت. الحاجات دي مهمه جدا جدا تبقى فاهمها. اللاترال منسكس احنا قلنا ده شكله سيركلر، فالانتيرور هورن موجوده في الانتيرو انتر كوندايلر جاست بيهايند الانتر كوندايلر تيوبريكل، اللاتر انتر كوندايلر تيوبريكل، والبوستيرو ده قريبه منها، فالاثنين هورن قريبين قوي من بعض. طيب الموبيليتي، قال لك الموبيليتي بتاعته هو مور موبايل، لانه بيبقى مفصول عن الكبسول وعن اللاترال، مفصول عن الكبسول واللاترال كولاترال ليجامنت بالتندون بتاع الدوبليكس، فعشان كده احتماليه الانجري بتاعته بتبقى قليله. يبقى اتكلمنا على المينيسكاي الميديال واللاترال منسكس. تعالوا نتكلم بقى على الكروشيت ليجامنت والانتي، عندي الكروشيت ليجامنت انتيريو كروشيت وسيريو كروشيت، ودول هننزع اللتر اكس كروس ايتش اذر، عشان كده سميناهم كروشيت ليجامنت. عندي انتيريور وبوستيريور، كل واحد منهم بنقول الاتاتشمنتس بتاعته، بنقول الفانكشن بتاعته. فالاتاتشمنتس بتاعته يعني ماسك فين، وهو بيتسمى انتيريور او بوستيريور حسب. لو هو ماسك في الانتر كوندايلر ايريا تيبيا انتيريور هنسميه انتيريور، لو هو ماسك في البوستيريور انتر كوندايلر ايريا تيبيا هنسميه بوستيريور. يبقى كلمه انتيريور وبوستيريور نسبه ماسك في انهي انتر كوندايلر ايريا تيبيا، لو ماسك في الانتيريور انتر كوندايلر ايريا هنسميه انتيريور كروشيت، لو ماسك في البوستيريور انتر كوندايلر ايريا هنسميه بوستيريور كروشيت. فتعالوا نشوف الانتيريور كروشيت ليجامنت والبوستيريور كروشيت. ادي الانتيريور انتر الانتيريور كروشيت ليجامنت ماسك في الانتيريور انتر كوندايلر اريا اوف تيبيا، فين بالظبط؟ لما قلنا ده حشر نفسه ما بين الهورنز، حشر نفسه ما بين الهورنز بتوع الميديال واللاتر منسكس. يبقى الانتيريور كروشيت ليجامنت ماسك في الانتيريور انتر كوندايلر اريا بين الانتيريور هورن اوف ميديال واللاتر منسكس. حلو قوي، ده كده في التيبيا. طب قال لك الليجامنت ده يمشي ابورد وهو جاي من قدام فيرجع لورا، وباكورد ولاترال، عرفت منين ان ده لاترال؟ عشان دي الفيبيولا بتاعتك اهي. يبقى مشي ابورد وباكورد ولاترال عشان يمسك فين؟ يمسك في اللاترال سيرفيس بتاع الميديال كوندايل ولا في الميديال سيرفيس اوف لاترال كوندايل؟ لا، انا همسك في الميديال سيرفيس اوف لاترال كوندايل اوف فين. يبقى تاني الليجامنت بتاعنا اسمه anterior cruciate، يا anterior cruciate يقول لك انا همشي هطلع من anterior intercondylar area of tibia between the two horns medial lateral meniscal الانتيرو طبعا، وهمشي upward و backward و lateral عشان امسك في الميديال surface of lateral condylar of tibia. طيب الليجامنت ده بيبقى مشدود، بيحصل له stretch اثناء full extension، يتشد اثناء full extension، يبقى تنس اثناء الاكستنشن. عشان كده هو وظيفته ايه؟ قال لك انا بان بريفنت الاوفر اكستنشن وامنع الانتيريور ديسلوكيشن اوف ذا تيبيا، ان التيبيا تتزحلق من لقدام. يبقى همنع الانتيريور ديسبليسمنت اوف ذا تيبيا، يبقى همنع مين؟ همنع الانتيريور ديسبليسمنت اوف ذا تيبيا او ديسلوكيشن اوف ذا تيبيا، يبقى همنع التيبيا انها تتزحلق لقدام. طب تعالوا نشوف الليجامنت الثاني اللي اسمه بوستيريور كروشيه. طب يا بوستيرو كروشيت، انت بما انك بوستيرو فماسك في البوستيرو انتر كوندايلر اريا اوف تيبيا، فين بالظبط؟ قال لك في الموست بوستيرو بارت، في الموست بوستيرو بارت اهو. يبقى ده البوستيرو كروشيت زي ما قلنا ده مريح دماغه خالص في الحته اللي ورا مع نفسه، يبقى في الموست بوستيرو بارت اوف ذا بوستيرو انتر كوندايلر اريا. طب انا جاي من ورا يبقى هعمل ايه؟ هطلع لقدام، فهطلع لقدام عشان امسك، همشي كده ابورد وفورورد وميديال عشان امسك في
يبقى همشي ابورد وفورورد وميديال عشان امسك في الميديال سيرفيس بتاع الميديال كوندايل ولا في اللاترال سيرفيس اوف ذا ميديال كوندايل؟ قال لك في اللاترال سيرفيس اوف ذا ميديال كوندايل. يبقى هو مشي ابورد وفورورد وميديالي عشان يمسك في اللاترال سيرفيس اوف ذا ميديال كوندايل. خلي بالكم هي معكوسه، هو راح ميديال عشان يمسك في اللاترال سيرفيس اوف ذا ميديال كوندايل، والتاني كان راح لاترالي عشان يمسك في الميديال سيرفيس اوف ذا لاترال. يبقى هو طالع من البوستير انتر كوندايل ومشي ابورد طبعا عشان يروح ناحيه الفيما، وهيمشي فورورد وميديالي عشان امسك في اللاترال سيرفيس اوف ذا ميديال كوندايل. البوستيريور شيت ده بيبقى تنس اثناء الفليكشن وبيمنع البوستيريور ديسلوكيشن اوف ذا تيبيا ان التيبيا تتزحلق لورا. يبقى الانتيريور ده بيمنع الاوفر اكستنشن وبيمنع الانتيريور ديسبليسمنت اوف ذا تيبيا ان التيبيا تتزحلق لقدام، لكن البوستيريور بيمنع التيبيا انها تتزحلق لورا. يبقى دول اسمهم انتيريور كروشي وبوستيريور كروشي. الليجامنت الثالث اسمه ترانزفيرس ليجامنت اوف ذا ني. ترانزفيرس ليجامنت اوف ذا ني ده ليجامنت موصل ما بين الانتيريور هون بتاع الميديال ميسكس واللاتر ميسكس اللي هو الليجامنت ده. يبقى الليجامنت ده اسمه ترانزفيرس ليجامنت اوف ني، ده هيوصل ما بين الانتيريور هون والبوستيريور، بين الانتيريور هون بتاع الميديال واللاتر ميسكس. يبقى اتكلمنا على الانترا كابسولار ليجامنت اللي هم ثلاثه، الكروشيت والترانزفيرس ليجامنت. طب الانترا كابسولار ستراكشر قلنا ان السباي والكروشيت ليجامنت والترانزفيرس ليجامنت. وفي حاجه مهمه، تندون كان ماشي جوه الكبسول اللي هو التندون اوف بوبليتيز. خلاص يبقى اتكلمنا دلوقتي عن الانترا ارتيكولار ستراكشر. ادي الانتيريور كروشيت طبعا، وادي البوستيريور كروشيت. طيب ايه الموفمنتس؟ الني جوينت ده موديفايد هنج، وبما انه موديفايد هنج يعني بيسمح بحته ميديا روتيشن ولاتر روتيشن. طيب اي هنج في الدنيا ايه الحركه الاساسيه اللي بتتم عليه؟ فليكشن اكستنشن. طب مين الاكستنسور بتاع الني جوينت؟ يا راجل ما عنديش الا عضله واحده كوادريسبس. يبقى اللي بيعمل اكستنشن مين؟ العضله بتعمل اكستنشن. مين الاكستنسور للني؟ كوادريسبس. طب مين الفليكسور للني؟ قال لك الثلاثه هامسترينجز اللي هم العضلات بتاع الباك اوف ساي. اسيستد بمين؟ اسيستد بالسارتوريوس، الجراسلس، السيمي تندونوزوس. خلاص يبقى العضلات دي بتعمل فليكشن، يبقى اللي بيعمل اكستنشن كوادريسبس. طب مين اللي بيعمل فليكشن؟ الثلاثه هامسترينجز واسيستد باي سارتوريوس وجراسلس. طب مين يعمل لاترال روتيشن؟ بايسبس فيموريس اللي ماسكه في الفيبولا. مين يعمل ميديا روتيشن؟ السارتوريوس، الجراسلس، السيمي تندونوزوس، السيمي ميمبرانوس. يبقى تاني ايه المومنت اللي عندنا؟ قال لك فليكشن واكستنشن. اكستنشن بمين؟ بكوادريسبس فيموريس. وفليكشن بمين؟ بالثلاثه هامسترينجز ويساعدهم السارتوريوس والجراسلس. مين يعمل لاترال روتيشن؟ قال لك البايسبس فيموريس اللي ماسكه في الفيبولا. مين يعمل ميديا روتيشن؟ السارتوريوس، الجراسلس، السيمي تندينوزوس، السيمي ميمبرانوزوس اللي ماسكين في التيبيا. طيب خلي بالكم بقى الميديال واللاترال روتيشن اللي انا قلته ده كان اكتف روتيشن، يعني انا اللي بعمله ده اسمه اكتف روتيشن، يعني معمول برغبه مني اسمه اكتف روتيشن. لكن في حاجه تانية اسمها باسيف روتيشن. باسيف روتيشن ده ما انا ما بتحكمش فيه، ماليش علاقه بيه. ده بيحصل اثناء اللاست 15 ديجري اوف اكستنشن والفيرست 15 ديجري اوف فليكشن، يعني في اخر الاكستنشن بتاع الني جوينت وبدايه الفليكشن بتاع الني جوينت بتحصل حركه باسيف روتيشن. الحركه الباسيف روتيشن دي اللي بتحصل ايه اللي بيسموها اللوكينج والانلوكينج اوف ني جوينت، وهنشرحها دلوقتي. يبقى الباسيف روتيشن ده بيحصل، انا ماليش علاقه بيه، ده بيحصل اثناء اللاست 15 ديجري اوف اكستنشن والفيرست 15 ديجري، اللاست 15 ديجري اوف اكستنشن والفيرست 15 ديجري اوف فليكشن. هنتكلم بقى على اللوكينج والانلوكينج. ايه اللوكينج ده والانلوكينج؟ اللوكينج ده ان انا بخلي الني جوينت مقفول ما فيهوش حركه، بحول الني جوينت لريجيد كولا. بيحولوا ريجيد كولا. طب بيحصل امتى؟ اثناء في اخر الفول اكستنشن. يعني انت دلوقتي انت ممكن تعمل اكستنشن
بس الخمره الكوبايه والتيجر الكوبايه مش لذيذ قوي على فكره. طب انا مثلا راكب اتوبيس والاتوبيس عمال يجي كده وكده وانا عمال اجي معاه كده وكده وممكن اقع، فتروح عامل فول اكستنشن واقف كويس كده وشادد نفسك وسام، فبتعمل فول اكستنشن. فول اكستنشن يعني بتخلي التيبيال والفيمورال كومبايل راكبين قوي على بعض. طب بتعمل كده ازاي؟ لا اما بزحلق الفيمر على التيبيا، لا اما بزحلق التيبيا على الفيمر عشان اعمل فول اكستنشن. فاللوكينج تحفظ لوكينج يساوي ال 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 لاترال روتيشن اوف تيبيا او ميديا روتيشن اوف فيمر. يبقى انا اخلي الفيمر تتزحلق ميديالي عشان تركب في التيبيا، او اخلي التيبيا تتزحلق لاترالي عشان تركب في الفيمر. انا بخلي، طب بعمل الحركه دي ليه؟ عشان اخلي الليمب ريجيد كولر عشان اقدر اعمل فول اكستنشن. انا واقف بتاع اللي واقف كده في البتاع ده، حد معدي وحد حاجه عسكريه ولازم يبقى واقف مشدود، او انا واقف في اتوبيس وخايف اقع، فبعمل بحول الليمب لريجيد كولر، بحول الليمب لريجيد كولر. فده بيحصل امتى؟ في اللاست ديجري اوف اكستنشن، اثناء الفول اكستنشن. طب انا بعمل كده ازاي؟ يا بحرك الفيمر على التيبيا او زحلق التيبيا على الفيمر. زمان كانوا بيقولوا كده، بس دلوقتي يقول لك لا يا باشا، طب انا اصلا رجلي التيبيا على الارض، احرك التيبيا ازاي؟ فاللوكينج يساوي ميديا روتيشن اوف ذا فيمر، يعني التيبيا مش هتتحرك، ده التيبيا على الارض فبيتحرك مين؟ الفيمر. كتب زمان كانت بتتكلم تقول لوكينج لاتر روتيشن اوف تيبيا اور ميديا روتيشن اوف فيمر على التيبيا، يعني لا اما ثبت التيبيا وحرك الفيمر ميديالي، لا اما اثبت الفيمر وحرك التيبيا. بس في الاغلب انا الحالي بحرك مين؟ بحرك الفيمر. يبقى لوكينج يساوي ميديا روتيشن اوف ذا فيمر. بيحصل امتى؟ بيحصل افتر فول اكستنشن، اثناء الفول اكستنشن، في اخر درجات الفول اكستنشن، تو ميك ذا ليمب ريجيد كولن. طب ايه الليجامنتس اللي هتبقى تنس؟ الانتيريور كروشيت ليجامنت، التيبيا كولاترال ليجامنت، الفيبولار كولاترال ليجامنت، والاوبليك بوبليتيا ليجامنت اللي موجود ورا. وده في الاساس بيحصل بس. يبقى اللوكينج يساوي ميديا روتيشن اوف ذا فيمر اون ذا تيبيا. يحصل امتى؟ يحصل اثناء الفول اكستنشن تو ميك ذا ليمب ريجيد كولن. ايه الليجامنتس اللي هتبقى مشدود؟ قال لك الانتيريور والانتيريور كروشيه، ميديال كولاترال، فيبولار كولاترال، اوبليك بوبليتال ليجمنت. طب الال لوكينج بقى، الال لوكينج ده انا الليجمنت خلاص بقت مشدوده، فبروح اعمل حركه تخلي الليجمنت تريح شويه عشان اعمل فليكشن. لو جيت عملت فليكشن على طول الليجمنت هتقطع، فبعمل حركه اعكس اللي انا عملته. يعني انا كنت عامل ميديا روتيشن اوف فيمر خلاص، فهعمل لاترال روتيشن اوف فيمر او ميديا روتيشن اوف فيمر. لو انا هتكلم على التيبيا عشان اسهل الموضوع عشان ما نتلخبطش، لوكينج ال ال بس ال للتيبيا، لاتر روتيشن اوف تيبيا، يبقى الال لوكينج ميديا روتيشن اوف تيبيا. خلاص انا عرفت ان الال لوكينج ميديا روتيشن اوف تيبيا يبقى لاتر روتيشن اوف تيبيا، يبقى ال ال بس بالنسبه للتيبيا، لوكينج يساوي لاتر روتيشن اوف تيبيا. طب لو هنتكلم على الفيمر ميديا روتيشن، طب الان لوكينج هو ميديا روتيشن اوف ذا تيبيا or lateral rotation of the femur. طب بيحصل امتى الـ unlocking ده؟ اثناء بدايه الفليكشن اوف فول اكستند جوينت. يعني انت كنت عامل فول اكستنشن وبعد كده عايز تعمل فليكشن، فبتعمل الـ unlocking. مين اللي بتعمله؟ عضله اسمها بوبليتياس ماسل. يبقى البوبليتياس من اهم الاكشن ليها انها بتعمل unlocking of the knee. يعني ايه unlocking؟ يعني بتعمل فليكشن اوف فول اكستند جوينت. يعني انا لما باجي اعمل فليكشن البوبليتاس بتشتغل عشان تعمل انلوكينج. طب ايه الليجامنت اللي بتتشد اثناء الانلوكينج؟ زي اي فليكشن البوستيريور كروشيت ليجامنت. يبقى اتكلمنا على لوكينج وانلوكينج. اللوكينج ده لاتر روتيشن اوف تيبيا او ميديا روتيشن اوف فيمر، بيحصل اثناء الفول اكستنشن عشان يحول الليمب لفول ريجيد. ايه الليجامنتس اللي بتبقى مشدوده؟ كلها انتيريور كروشيت، فيبيولار كولاترال، ميديال كولاترال، اوبليك بوبليتال ليجمنت. طيب الانلوكينج ده بتعمله عضله اسمها بوبليتياس، بيحصل اثناء بدايه الفليكشن اوف فول اكستندد جوينت.
لوكينج يساوي ميديا روتيشن اوف تيبيا ان لوكينج، ميديا روتيشن اوف تيبيا واللاتر روتيشن اوف فيمر، ايه الليجامنتس اللي بتبقى مشدوده البوستيريور كروشيه. يبقى اللوكينج ده بيحصل اثناء الاكستنشن والان لوكينج اثناء الفليكشن بتاع الفولي اكستندد جوينت. واحد بيحصل في نهايه الاكستنشن والتاني بيحصل في بدايه الفليكشن. اللوكينج فايدته ان انا بخلي الليمب ريجيد كولم، والان لوكينج ان انا بريح الليجامنت شويه عشان ما اقطعهاش لما اجي اعمل فليكشن. ده اللوكينج والان لوكينج. طيب طيب يبقى اتكلمنا على الموفمنت واتكلمنا على اللوكينج والان لوكينج. النيرف سبلاي بتاع النيو جوينت، النيرف الجوينت بيتغذى بثلاثه جينيكولار برانشز جايين من التيبيال نيرف، كان اسمهم سوبيريور ميديال جينيكولار، انفيريور ميديال جينيكولار، وميديال جينيكولار. وكان عندي برضو الكومون كورونيال بيدي سوبيريور لاترال، انفيريور لاترال، وريكارنت جينيكولار. وكان عندي الفيمورال لما خدناه قلنا بيغذي الهيب والني، والاوبتيروتو لما خدناه بيغذي الهيب والني، وده اللي كان بيعمل حاجه اسمها ريفيرد بين. يعني الواحد يبقى عنده مشكله في الهيب ويسمع في الني جوينت، بس الني ما فيهاش حاجه. ليه؟ لان الاثنين بياخدوا فيمورال اوبتيروتو مع بعض. يبقى النيرف سبلاي اوف ذا ني جوينت، الني جوينت ياخد ثلاثه جينيكولار من التيبيال اللي هم سوبيريور ميديال، انفيريور ميديال، وميديال. ياخد ثلاثه جينيكولار من الكومون برونيال، سوبيريور لاترال، انفيريور لاترال، وريكارنت. ياخد نيرف سبلاي من الفيمورال اوبتيريتور، وده اللي بيخلي يحصل حاجه اسمها ريفيرد بين. واحد يبقى عنده مشكله في النيم بتسمع في الهيب جوينت، بس الهيب ما فيهوش حاجه، لان الاثنين بياخدوا من الفيمورال والاوبتيريتور. طيب البلاد سبلاي بتاع الني جوينت بياخد حاجه اسمها انستموزس اراوند الايه، اللي هي دي. طبعا الموديول ده ما بنشرحش فيه الفيزلز، بنشرحها في الكارديو فاسكولار. بس البلاد سبلاي بتاع اي ني جوينت بيبقى من الانستموزس اللي حوالين الجوينت ده. في حاجه بقى اسمها بيرسا اوف ني جوينت. البيرسا بتاع الني جوينت، في بيرسا موجوده على الانتيريو اسبيكت، في بيرسا موجوده ميديال، في بيرسا موجوده لاترال. ايه فايده البيرسا الكتير؟ الني جوينت فيه حركه كتيره، فبيبقى فيه بيرسا. البيرسا دي عباره عن ساك من السينوفيال فلويد بتسهل الحركه. انا عندي ثلاثه بيرسا موجودين قدام، في بيرسا موجوده فوق الباتيلا اسمها سوبرا باتيلا بيرسا، ودي بتبقى ديب للتندون بتاع الكوادريسبس اللي هو ده، دي اسمها سوبرا باتيلا بيرسا. عندي نوعين من الانفرا باتيلا بيرسا، نوع اسمه سبكوتينس بيرسا ونوع اسمه ديب بيرسا. ده سوبرا باتيلر، ده انفرا باتيلر، بس ده سبكوتينس انفرا باتيلر، وده ديب انفرا باتيلر بيرسا. في بيرسا بتبقى موجوده قدام الباتيلا يسموها بري باتيلر، سبكوتينس بري باتيلر بيرسا. والبيرسا دي لما حد بيركع كتير فبتبقى ممكن تلتهب شويه، وطبعا نتيجه يعني الركوع الكتير وكده في بعض الناس، فممكن تلتهب شويه فبتعمل لي بري باتيلر بيرسا. يبقى انا عندي البيرسا اللي موجوده قدام سوبرا باتيلر بيرسا، سبكوتينس انفرا باتيلر بيرسا، ديب انفرا باتيلر بيرسا، بري باتيلر بيرسا. في بيرسا موجوده على الميديال سايد، يقول لك بيرسا بتوين الميديال هيد اوف جاستروكليميوس والكبسول بتاع الني جوينت، او بين السيمي ميمبرونوزس والميديال كوندايل اوف تيبيا. خلاص. وفي بيرسا ما بين الاس جي اس والميديال والكبسول بتاع الني جوينت. يبقى تاني البيرسا اللي موجوده ميديال بين الميديال هيد اوف جاستروكليميوس العضله اللي موجوده ميديال والكبسول بتاع الني، او بين الاس جي اس والكبسول بتاع الني جوينت، او بين السيمي ميمبرونوزس والميديال كوندايل. في بيرسا تانيه موجوده لاترال بين اللاترال هيد اوف جاستروكليميوس والكبسول بتاع الني جوينت، بين عضله اسمها بوبليتياس واللاترال كوندايل. دي اسمها بيرسا اوف ني جوينت. اهمهم اللي موجودين قدام اللي هم السوبرا باتيلر بيرسا، الانفرا باتيلر بيرسا بنوعيها اللي هم السبكوتينس، اللي هم السبكوتينس والديب انفرا باتيلر. البيرسا اللي موجوده قدام الباتيلا اللي اسمها بري باتيلر، وفي بيرسا موجوده على الميديال سايد اوف ذا ني اللي هم بين الميديال هيد اوف جاستروكليميوس والكبسول بتاع الني، او بين السيمي ميموزس والميديال كوندايل اوف تيبيا هنا كده. وفي
بئر موجودة على اللاتر سايد بين اللاتر هيلو جاستروكنيوس والكبسول بتاع النيه، او بين التندون بتاع البوبليتيس واللاتر تمبايل. دي كلها اسمها بيرسا اوف ني جوينت، اهمهم اللي موجودين على الانتيرو اسبت السوبرا باتيلر، انفرا باتيلر بنوعينها السبكوتينس والديب، واللي موجوده قدام الباتيلا اللي اسمها بري باتيلر بيرسا. دي حاجه اسمها جينو فالجان، ان واحد اتخبط على اللاترال اسبت فحصل تير في الميديا كولاترال ليجامنت، فبقت النيه لازقه ببعضها شويه، اسمها جينو فالجان. يبقى دي اسمها جينو فالجان ودي اسمها جينو فيرا، اللي تحس انها بعيده عن بعض شويه. دي حاجه من الكونجينيت، من الانوماليز اللي ممكن الاقيها. الجينو فالجان اللي فاتت دي نتيجه ان واحد اتخبط فبقت النيه، حصل تير في التيبيا كولاترال ليجامنت والميديال منسكس، وبقت النيه لازقه ببعضها شويه. خلاص، في حاجه اسمها هيم ارثروزس، ان واحد يتخبط في النيه فيبقى متجمع فيها دم، يسموها هيم ارثروزس، يعني دم في المفصل. وعندي حاجه اسمها اوستيو ارثرايتس، اللي هو انفلاميشن بقى، لو عنده خشونه في المفصل اسمها اوستيو ارثرايتس. يبقى اتكلمنا النهارده على النيه جوينت، تعالوا نتكلم على جوينت مهم جدا تاني اسمه انكل جوينت. وكأي جوينت بتكلم عليه بنتكلم على طيب، بتكلم على articulating bones، هتكلم على fibrous capsule، هتكلم على ligaments، هتكلم على movements، هتكلم على nerve supply و blood supply. طيب الطيب بتاع الانكل جوينت، قال لك الانكل جوينت ده synovial joint، طب الفرايتي بتاعته ده hinge joint، يبقى الفرايتي بتاعته hinge joint، لكن الني كان modified hinge. طب ايه الارتكيوليتنج بونز؟ قال لك من فوق ادي اللور اند بتاعت التيبيا والميديال ماليوس، ومن فوق في الفيبولا في لاترال ماليوس. طب وهنا؟ قال لك العظمه اللي اسمها تيلس. يبقى الارتكيوليتنج بونز من فوق اللور اند اوف تيبيا الانفيريور سيرفيس ومعاه الميديال ماليوس واللاترال ماليولس بتاعت الفيبولا، ومن تحت رقم اربعه اللي هو التيلس، اللي هي من ضمن عظم التارسال بون. كان عظم التارسال بون كانوا بيقولوا لنا تهاني كلت كباب ونيفه وثلاث كتكيت، تهاني تيلس كباب كالكينيس كلت كوبويد نيفه ناديكولار ثلاث كتكيت ثلاثه كيلوفولت. يبقى الارتكيوليتنج بونز عندي لور اند اوف تيبيا والميديال ماليولس واللاترال ماليولس اوف فيبيولا ومعاهم التيلس. يبقى التيلس بتمسك في العظمتين دول، ده الارتكيوليتنج بون. طب الفايبرس كبسول، كأي فايبرس كبسول بتمسك حوالين المارجن اوف ذا ارتكيوليتنج بون. يبقى الفايبرس كبسول هتمسك حوالين المارجن اوف ذا ارتكيوليتنج بون. طيب خلي بالك الكبسول دي بتبقى ثين من قدام ومن ورا. طيب تعالوا نتكلم بقى على الليجامنتس اللي عندنا. فانا عندي زي اي هنج جوينت بيبقى فيه ميديال كولاترال ليجامنت ولاترال كولاترال ليجامنت. الميديال كولاترال ليجامنت هيسموه دلتويد ليجامنت، وكلمه دلتويد يعني تراينجل. الليجامنت ده بيبقى له بيس وايبكس، الايبكس بما انه ميديال فيبقى ماسك في الميديال ماليولس، يبقى ماسك فين؟ في الميديال ماليولس. يبقى الايبكس بتاعه هيمسك في الميديال ماليولس اوف ذا تيبيا، يبقى الايبكس بتاعنا هيمسك في الميديال ماليولس اوف ذا تيبيا. طب البيز، البيز بقى شوفوا هيمسك في كام حته، يمسك في النيك اوف تيلس وفي البادي اوف تيلس، ويمسك في التبروست بتاع النافيكولا، ويمسك في حاجه موجوده على الكالكينيس اسمها سستنتاكولم تلاب، ويمسك في ليجامنت موجود في الحته دي اسمه سبرينج ليجامنت. يبقى الدلتويد ليجامنت ده شوفين ماسك، هم عباره عن كذا سيبريت باند بس في الاخر هو شكله مثلث، ماسك فين؟ قال لك الايبكس ماسكه في الميديال ماليولس، لكن البيز نيك اوف تيلس بادي اوف تيلس تيوبروستي اوف نافيكولو ساستنتاكولوم تيلاي وليجامنت اسمه سبرينج ليجامنت. هو السبرينج ليجامنت ده اسمه بلانتر كالكينو نافيكولار ليجامنت.
يبقى الدلتويد ليجامنت ده الميديال كولاترال ليجامنت، ماسك فين؟ قال لك الابكس ماسك في الميديال مالوس بتاع التيبيا. طب والبيز؟ قال لك البيز ماسك في النيك اوف تيلس، بادي اوف تيلس، فيبروستي اوف نافيكولر، سستنتاكل انتولاي، وسبرينج ليجامنت. تعالوا نشوف صوره ثانيه للدلتويد. ادي الدلتويد بتاعنا ماسك في النيك اوف تيلس، بادي اوف تيلس، فيبروستي اوف نافيكولر، وسستنتاكل انتولاي. ده جزء من الكالكينيس اسمه سستنتاكل انتولاي. يبقى ماسك، يبقى هي كذا سيجرت باند، بس في الاخر هو عامل كده. الابيكس ماسك في الحته دي في الميديال مالولس، وكل ده البيز بتاعته. البيز بتاعته كذا سيبريت باند ماسكه فين؟ نيك اوف تيلس، بادي اوف تيلس، تيبروستي اوف نافيكولر، عشان كده سموه تيبيو نافيكولر. ده الباند لو قرينا الباند الليبلز، وده اسمه ماسك في السستن تاكلون تولاي، سميته تيبيو كالكين. يبقى نيك اوف تيلس، بادي اوف تيلس، تيبروستي اوف نافيكولر، وسستن تاكلون تولاي. طب فين السبرينج ليجامنت؟ السبرينج ليجامنت اللي هو ده، يبقى هو ماسك اهو في السبرينج ليجامنت. ايه السبرينج ليجامنت ده؟ اسمه بلانتر كالكينو نافيكولار ليجامنت، بين الكالكينيوس والنافيكولار، اسمه بلانتر كالكينو. فالليجامنت بتاعنا اهو ماسك في البادي اوف تيلس، نيك اوف تيلس، تيبروستي اوف نافيكولار، خلاص. وادي نيك اوف تيلس، بادي اوف تيلس، و سبرينج ليجامنت، وسستنتاكل انتولاي. يبقى ماسك في كام حته؟ نيك اوف تيلس، بادي اوف تيلس، سستنتاكل انتولاي، تيبروستي اوف نافيكولار، سبرينج ليجامنت. يبقى الليجامنت بتاعنا ماسك فين؟ قال لك الايبكس ماسك في الميديال مانيوس، والبيز لنيك اوف تيلس، بادي اوف تيلس، سستنتاكل انتولاي، تيبروستي اوف نافيكولار، وسبرينج ليجامنت. ايه هو السبرينج ليجامنت؟ بلانتر كالكينو نافيكولار ليجامنت. الليجامنت ده، ده من اقوى الليجامنت اللي في الجسم، اسمه ديلتويد ليجامنت او ميديال كولاترال ليجامنت. طب اللاترال كولاترال ليجامنت، اللاترال كولاترال ليجامنت ده هيبقى طالع من اللاترال مالولس بتاع مين؟ بتاع الفيبولا، وعباره عن ثلاثه سيبريت باند. واحد اسمه انتيريور تيلو فيبولر، ده طالع من اللاترال مالولس وهو هوريزونتال باند وراح للتيلس لقدام، واحد طالع من الماليولار فوسا ورجع لورا برضه في التيلس، يسموه بوستيريور تيلو فيبولر. يبقى انتيريور تيلو فيبولر طالع من اللاترال ماليولس وراح للتيلس، بوستيريور تيلو فيبولر طالع من اللاترال ماليولس وراح للفيبولر وراح للتيلس، وكالكينو فيبولر طالع من اللاترال ماليولس وماشي ده فيرتيكال باند وراح لللاترال سيرفيس اوف كالكينس. يبقى اللاترال كولاترال ليجامنت ده ثلاثه سيبريت باند، anterior tail of fibular من lateral malleus وراح للتيلس، posterior tail of fibular طالع من lateral malleus ورايح للتيلس، وكالكينو فيبولر طالع من lateral malleus بتاع الفيبولا وراح للاترال سيرفيس اوف كالكينس. يبقى تاني اللاترال كولاترال ليجامنت عباره عن ثلاثه سيبريت باند، anterior tail of fibular، posterior tail of fibular، وكالكينو فيبولر. بما انه لاترال فطالع من لاترال مالولس اوف فيبل، اللي طالع اللي قدام في التيلس يسموه انتيريور تيلو فيبل، واللي راجع لورا بوستيريور تيلو فيبل، واللي رايح لللاترال سيرفيس اوف كالكينيوس اسميه كالكينو فيبولار ليجامنت. يبقى اتكلمنا على التو ليجامنتس بتوع الانكل، كان عندي ميديال كولاترال او اسمه دلتويد، الابكس ماسكه في الميديال مالولس، البيز ماسكه في النيك اوف تيلس، بادي اوف تيلس، سستنتاكيول انتيلاي، تيبروستي اوف نافيكولار، وسبرينج ليجامنت. خمس حتت. واللاترال كولاترال ليجامنت ثلاثه سيبريت باند، انتيريور تيل اوف فيبولار، بوستيريور تيل اوف فيبولار، وكالكينو فيبولار. ده نفس الكلام، انتيريور تيل اوف فيبولار، بوستيريور تيل اوف فيبولار، وكالكينو فيبولار. نفس القصة، anterior tail of fibular، posterior tail of fibular، وكالكينو فيبولار. يبقى anterior tail of fibular، posterior tail of fibular، وكالكينو فيبولار. و
ولما بيحصل excessive inversion يعني الرجل تلف لجوه مره واحده، ممكن يتقطع anterior tilofibular والكالكينوفيبولار، يبقى بيحصل حاجه اسمها سبرين انكل، التواء في الكاحل، ويحصل اكسسيف انفيرجن يعني الرجل تلف لجوه. ايه اللي هيتقطع؟ هيتقطع الانتيريور تيلو فيبولار والكالكينو فيبولار. طيب ايه المومنتس اللي بتتم؟ احنا قلنا الجوينت ده هنج جوينت، هنج جوينت يعني في حركه واحده، بلانتر فليكشن ودورسي فليكشن. يبقى انا عندي دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن. مين اللي بيعمل دورسي فليكشن؟ العضلات بتاع الانتيريور كومبارتمنت، اللي هم مين؟ اللي هم تيبياليس انتيريور، سنسور هاليشوز لونجس، سنسور ديجيتورم برونياستاس. يبقى الدورسي فليكشن مين اللي بيعمله؟ المسل اوف انتيريور كومبارتمنت اوف ليج. طب مين اللي بيعمل بلانتر فليكشن؟ الجاستروكنيميوس والسوليوس، دول اهم حاجه، واسيستد بمين؟ بالتيبياليس بوستيريور، فليكسور هاليشوز لونجس، فليكسور ديجيتورم لونجس. يبقى تاني ايه المومنت اللي بتتم؟ دورسي فليكشن وبلانتر فليكشن. دورسي فليكشن مين اللي هيعمله؟ العضلات بتاع الانتيريور كومبارتمنت اللي هي تيبياليس انتيريور، سنسور هاليشوز لونجس، سنسور ديجيتورم وبرونياسترشوس. طب مين هيعمل بلانتر فليكشن؟ العضلات بتاع ورا اللي هم اهمهم الجاستروكنيميوس والسوليوس. مين يساعدهم؟ العضلات بتاع الديب اللي هم مين؟ اللي هم تيبياليس بوستيريور، فليكسور ديجيتورم، فليكسور هاليشوز. طيب الدورسي فليكشن طبعا قلنا اللي هو ان انا هحرك الدورسم لفوق، طب لما ننزله لتحت اسمها بلانتر فليكشن. طيب الجوينت ده هياخد نيرفوس ابلاي منين؟ هياخد من الانتيريور بوستيريور تيبيال نيرفز، يبقى هياخد من الانتيريور بوستيريور تيبيال نيرفز. طيب ايه البلاد سبلاي اوف انكل؟ من اناستوموزس اراوند ذا انكل، وما بنسالش في البلاد سبلاي في الماسكولوسكليتال، بنسال فيه في الكارديو فاسكولار موديول. ايه بعض الكلينيكال بوينتس؟ اللي هو السبرين انكل، التواء في الكاحل. لو انا عملت اكسسيف انفيرجن يعني دخلت لجوه جامد، فممكن اقطع الانتيرو تيلو فيبولار والكالكينو فيبولار. طيب لو انا عملت اكسسيف افيرجن، الدلتويد ليجامنت ممكن يتقطع، بس ده احتمال قليل لان الدلتويد ليجامنت قوي. خلي بالكم لما اجي اعمل، لو انا مثلا هعمل ابدكشن للليمب مثلا، فمين الليمب اللي هيبقى مشدود؟ اللي على الميديا سايد، عشان نبقى فاهمين. خلاص انا لو عندي ليمب بتاع الميديا سايد ده هيتشد وانا بعمل ابدكشن، لكن لو هعمل ابدكشن الليمب ده بيبقى لاكس، والعكس بالعكس. خلاص يبقى تاني لو انا عندي سبرين انكل اللي توقف الكاحل، لو انا عملت اكسسيف انفيرجن، اكسسيف انفيرجن رجل دخلت لجوه، ممكن يتقطع مين؟ انتيريور تيلو فيبولار او كالكينو فيبولار اللي هو اللاترال ليجامنت. طب لو عملت اكسسيف انفيرجن ممكن اقطع الدلتويد، بس ده احتمال بسيط. يبقى كده النهارده اتكلمنا على الني جوينت وعلى الانكل جوينت، وهم من اهم المواضيع اللي علينا في الاناتومي.